اليوم بفقرة الجمال حديثنا مع شغف نمراوي رح نتعرف على طريقة جديدة للميزوثيرابي من خلال ديرما بن، يعني ما بده حقن، بيكون على الطبقة العلوية ولكن بتغلغل للأنسجة. صباح الخير شغف. صباح النور، يعطيك العافية. صباح الخير شغف، صباح كيفكم؟ كيف تمام الله يخليكي. طيب احنا بدنا نبلش على طول عشان نستفيد بالوقت كله لحتى نعرف أكثر عن هذه التقنية الجديدة وكيف استخدامها. هلا بدي أحكي لكم أول شيء شو هي هاي الأداة. هذا هو الديرما بن، هو عبارة عن ألم اوكي نهاياته فيها ابر، تقريبا 12 ابرة. احنا بنقدر نتحكم، خلينا نثبت الايد عشان نحاول هيك ناخذ هلا هي بنقدر احنا نتحكم بعمق الابرة. يعني ممكن نعملها لرقم واحد، ممكن نعملها 75، ممكن نعملها نص، طبعا ام ال اوكي احنا بنتحكم بالدبث تبعت الابرة او العمق تبعها. نعم. اوكي وبالسرعة اللي بدنا اياها تفوت بالجلد. هلا احنا بنوزع مادة الميزوثيرابي، وبهاي الاداة والابر هدول بيساعدونا انه ندخل الماده على القنوات تبعت المسام. نعم. عشان تكون اكثر فعاليه، لانها رح لما تفوت بالقنوات تبعت المسام رح تحفز الانسجه تبعت البشره عشان يعملوا زي اعاده بناء، بتخفي التجاعيد، بتساعد على التصبغات الجلديه انها تروح. الناس اللي بيكون عندهم سواد تحت العين، لانه هي كثير يعني دقيقة نقدر ندخلها، يعني نوصلها للمناطق اللي احنا بدنا اياها. فهي هلا رح نورجيكم كيف رح نستخدم. اوكي بس بحب برضه اوضح للي ما بيعرف ايش ميزو، بنقصد بالميزو شو؟ هلا الميزو هي عبارة عن فيتامينز. هلا كلمة ميزو هي فيتامينز اوكي. بس الفيتامينز هدول في تحتيها يعني 50 صنف. ممكن يكون هايرولينيك اسيد، جلايكوليك اسيد، ممكن يكون كولاجين، ممكن يكون الجلاثيون اللي هو تبع توحيد لون البشرة، حسب ايش اللي احنا بدنا نستخدمه وحسب ايش البشره محتاجه. بالضبط، اكيد ايش ناقصها. بالضبط. نعم. هي حسب شو العمر كمان بيلعب دور. نعم. كل هاي الاشياء بتلعب يعني دور. الطريقه التقليديه للميزو هو ابره. بالضبط. احنا من خلال تقريبا الابره التغت حاليا. حلو. فاللي بيخاف هيك صارت الطريقه اسهل. صارت الطريقه طبعا هي هيك، احنا هاي سرنجه بس بنحط فيها الماده. اوكي رح نوزعها. بس انت قلتي لنا تحت الهواء انه آية اللي موجوده معنا اليوم، اهلا وسهلا فيها، طبعا خدرتي حطينا عليها مخدر موضعي، مخدر موضعي. كريم. اوكي. نعم. هلا هي مش عشان الالم، عشان نقدر ناخذ راحتنا بآلية العمل. وأكيد بوجع شوي. يعني هو مش بوجع، بتقدري تحكي هيك بدغدغ، فيها نخزات خفيفه. طبعا مع التخدير الواحد يمكن ما بحس فيها نهائي. ايش حطيتي هلا بالسرنجة؟ هلا هون وزعنا مادة هايرولينيك اسيد. آه. مع جلايكوليك اسيد، لانه آية عندها شوية اثار حب. هلا بهاي الطريقة بنبلش احنا نحرك بالمادة، رح يصير هيك زي نقط حمراء، لانه احنا هاي الابر عم تدخل جوا الجلد. فرح تدخل المادة على القنوات تبعت المسام، رح تساعد انها تخفي اللي عندهم خطوط كتير رفيعة بالذات على الجبين اللي هي حركات عشوائية ولا دائرية؟ لا دائرية. اوكي بالطول بالعرض. اوكي ودائرية. بس انا رح اجيبك هون تكة عشان هيك اظن الناس لا خليكم زي ما انتو. ايوه بس ايوه خالص. أوكي. تمام. ثانك يو غادة. هلا. اوكي هلا هيك بهاي الطريقة احنا دخلنا المادة على الجبين. طبعا احنا قبل ما من تحت الهواء حطينا لها مادة التخدير اللي هي كريم موضعي وعقمنا لها وجهها. اوكي هلا هيك وزعنا المادة بهاي الطريقة. أوكي. ودخلناها. هلا هاي الابر احنا بنتحكم بالسرعة اللي بدنا اياها تدخل فيها، يعني انه بدنا اياها يعني بتضلها سطحية ولا بتدخل لجوا؟ جوا عم تدخل لجوا. يعني اذا احنا بنقرب الكاميرا رح نشوف انه صار في شوية احمرار. هذا الاحمرار طبعا بعد الجلسة يعني بساعة تقريبا ببلش يتلاشى ويروح. هلا بعد ما احنا حطينا المادة على منطقة الجبين بترجع بتوزعيها على بقية الوجه. أوكي. هلا لازم نحط الهايلورونيك اسيد عشان ايش؟ بيمتص اسرع؟ لا هلا هذا حسب، في ناس ما بنحط لهم هايلورونيك اسيد حسب الحاجه. حسب الحاجه. هلا هي هون حطيت لها هايلورونيك اسيد عشان يعطيها نضاره، لانه عندها شويه بيلنس او هيك بهتان بالبشره. اوكي هلا عم تحسي بالم؟ اوكي هلا احنا هاي الابر عم بتفوت جوا المسام. أوكي. عم تدفع الماده اللي احنا حطيناها على الوجه انها تفوت لجوا، فنفس
طريقة الحقن بس احنا نتحكم بعمق المادة قديش بنيها تدخل على اي طبقة من الجلد. طب بدي اسألك شغف، اذا بدي اقارن بين اني اخذ ابرة واستعمل القلم، اوكي شو الفوائد وشو المضار؟ اوكي هلا الابرة احنا يعني الغز بيكون في اماكن معينة، أوكي. زي ما انت شايفة هون احنا عم ندخل، شوفي حتى اللي هي عند الاماكن الدقيقة اللي هي حفة النوز او الشفايف بنقدر احنا يعني عم نستخدمهم، يعني عم نمرق عليها تحت العين. بالإبرة يمكن ما نقدر نوصل لتحت العين لأنه ممكن تكون مؤلمة. هلا هون ممكن احنا نوصل لحفة العين من فوق، عم ندخل المادة نتحكم احنا فيها بالإبرة، اكيد ما رح نقدر نغطي كل هالمساحة. وعمق الإبرة ممكن هاي توصل اكثر من العمق تبع الإبرة، ممكن توصل لاثنين، بس عاده الناس اللي ما عندهم ندب وحفر واثار حب ما بنحب نعمق لهم. حبيت كثير الفكره صراحه. هلا هون خلصنا مثلا على هاي الجهه، هلا بدنا نحط على الجهه الثانيه. ايوه وهي بهذه السرعه يعني بهذا الوقت فعليا هي ما بتاخذ اكثر، ما بتاخذ يعني هي السيشن ما بتاخذ نص ساعه. بصير تحطي لنا فوق الميك اب ولا لا؟ لا طبعا لازم ننظف البشره. هلا مرات ممكن نرفقها بجلسه مثلا تنظيف خفيف قبل الجلسه عشان نفتح القنوات تبعت المسام. اذا فيهم زيوان او فيهم اي شيء. اوكي مثلا انا بحس انه بهاي المنطقه اكثر منطقه بتتوزع المسام، فمن قوي العمق الابره ومنصير نمشيها بهاي الطريقه. عم تحسي بالالم؟ حكينا اذا في سواد ايش الماده اللي رح تركزي عليها؟ اللي في كمان اللي هي الهايدرو فيتامين للهالات السوداء، او اللي هي بتكون مجموعه فيتامينز مركز فيها بيكون الزنك والحديد. اوكي هلا احنا هيك مشيناها ودخلنا الماده للطبقة الداخلية للبشرة. وعلى فكرة نقدر نحط، احنا مبارح عملنا لها توريد شفايف بالدرما بن، انه حطينا مادة الهايرونيك أسيد ومشيناها على الليبس. اوكي بتعطيها كمان هاي البينكي لوك. اوكي للناس اللي ما بدهم يعملوا فيلر شفايف او ما بدهم برضو بيحفز هذا بالضبط. اوكي هلا زي ما انتوا شايفين انه دائما الخدود بيكون فيهم البورز بيكون او المسام بيكون اوسع. هلا هاي الاداه بتساعدنا انه تعمل بناء لخلايا الجلد، ومن يعني بهاي الطريقه الحفر الندب اللي عندهم اكني سكارز اللي هي اثار الحب كلياتها بهاي الطريقه طبعا بتروح. هلا طبعا بنضلنا احنا شو عم نعمل؟ بنحط الماده لانه كل ما مشيناها عم تتدخل الماده على البشره. طبعا اكيد الجلسه يعني بتكون الصبيه بتكون نايمه بتكون يعني اريح من الوضعيه هاي. احنا عم نشوف بشكل قريب جدا، فاحنا قادرين نشوف كيف عم تتحركي بال هلا احنا دائما بالضبط عم ناخذها بطريقه بالعرض، وبعد كل منطقة من الوجه بتتعاملي معها بطريقة مختلفة. بالضبط هلا في مناطق مثلا نحتاج بطريقة دائرية بالذات عند الخدود. كمان المادة بتلعب دور لما احنا نحط الهايرونيك أسيد، نحب نكون بطريقة دائرية. هلا احنا هون خلطنا لها الهايرونيك أسيد مع الفيتامينز مالتي فيتامينز ومع الجلايكوليك أسيد. الجلايكوليك أسيد عشان يساعدنا انه نخفف آثار الحب وال هلا الهايرونيك أسيد هو اصلا موجود بالبشرة صح، بس بعدين ببلش يفقده هو نعمل. بيعزز الكولاجين وهو موجود اصلا، بس احنا لما نعمل هاي الطريقة الأنسجة الداخلية للبشرة بتصير تبني حالها وتعمل ري هيلينج. وهو كتير كمان أثبت أنه الخطوط الرفيعة تبعت علامات تقدم السن مع الهايرونيك أسيد بتبلش تختفي. طب يعني ممكن نحقن كولاجين شغف؟ طبعا ممكن كولاجين، ممكن أنه نحط فيتامينز مجموعة فيتامينز اللي هي بنسميها اللي هي إبرة النضارة اللي بتعطي نضارة. تمام. طب أنا بدي أعرف على لما يعني مثلا بعمر صغير بالعشرينات إيش بتنصحيه؟ هلأ دايما بعمر العشرين ننصحهم إنه يكون هايرونيك أسيد مثلا مع فيتامينز. تمام 30 هلأ بعمر الثلاثين بنبلش ناخد جلايكوليك أسيد وأنتي إيجينج اللي هو الميزو فيلر والميزو بوتوكس. حلو. أوكي بعمر اللي بعد 35 للأربعين بنبلش ناخد أشياء أكثر أنتي إيجينج اللي هي بتشد البشرة بتعطيها ليونة أكثر، يعني كمان هي بتنشط مادة الإيلاستين اللي هي أصلاً بتشد البشرة بتتحكم بمطاطية البشرة. وبعد الأربعين؟ بعد الأربعين هنا بنصير ندخل عادة بالبوتوكس والفيلر اللي هم الحقن، بصير البشرة بتصير تفقد
الكولاجين بنسب كثير عالية. فبنصير ندخل فيتامين سي، كولاجين، كمان هايرولينيك اسيد، بنصير احنا نعوضهم. وهي بتساعد كمان البوتوكس والفيلر انه يضاين لفترات اطول. اذا شايفين هون هلا بعد ما احنا خلصنا هاي المنطقة في نقط دموية خفيفة، طبعا هاي خلال ساعات بعد الجلسة بتروح. بتعمل ري هيلينج ترجع تبني حالها مرة ثانية. شكرا كثير شغف، يعطيك ألف عافية.